الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في تقديم أوجه الدعم كافة للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة. شهداء ومصابون في غارات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 23 بعد المئات من العدوان. تضررت سفينة شحن بريطانية في هجوم قبالة اليمن، والجيش الأمريكي يعلن استهداف مسيرتين للحوثيين. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، والبداية مع الزميلة حور محمد. إليك حور، صباح الخير. أهلا بك ياسر، صباح الخير. أهلا بحضراتكم ومشاهدينا الكرام. نستهل هذه النشرة بهذا الخبر، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتسيير إجراءات حصولهم على هذه الخدمة الطبية، بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين. وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء، والتي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي. كما شدد الرئيس السيسي أيضا على استمرار مصر في تقديم أوجه الدعم كافة للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة، وخاصة الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد ومستشفى أورام منوف ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار ما يزيد على 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة إجمالية تبلغ 22 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 2.5 مليون مريض. كما تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي انتهت من إجراء ما يزيد عن 2 مليون عملية جراحية منذ انطلاقها. وتطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح. وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيدا في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع. وذكر المتحدث الرسمي أنه تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية،
حيث أكد السيد الرئيس أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء، مشددا على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي اليوم 23 بعد المئة للعدوان، كثف الاحتلال قصفه الجوي والبحري والبري في أنحاء متفرقة تركزت غربي مدينة غزة وشمال القطاع والمناطق الشرقية من خان يونس. كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربي النار صوب ساحل بحر الخان. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض بلاده القاطع لتهجير المواطنين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وخلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني، شدد عباس على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية. هذا وأشاد الرئيس الفلسطيني بالمواقف الفرنسية الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية ترجمة الجانب الفرنسي لهذه المواقف من خلال الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إجراء نحو 8000 نازح من مستشفى الأمل ومقر الجمعية بخان يونس في قطاع غزة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني بقاء 40 نازحا فقط من كبار السن في مستشفى الأمل، علاوة على نحو 80 مريضا وجريحا و100 من الطواقم الإدارية والطبية. ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع يتزامن مع ندرة الغذاء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جعل المئات من الفلسطينيين يقفون في صفوف طويلة للحصول على القليل من الطعام. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. مع إشراق شمس يوم جديد، يستيقظ الناجون من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ليقوموا بمهمات شاقة نفسيا وجسديا جراء تواصل العدوان الغاشم والحصار الشامل. مئات الآلاف من السكان المثقلة أرواحهم بالهموم صاروا في ترحال دائم هرب موالاة العدوان بحثا عن المأوى والأمان، حيث يجوب الآلاف منهم الشوارع بحثا عن المأكل، بينما يقف آخرون في صفوف طويلة للحصول على القليل من الطعام. إحنا 2024 يعني لسه نعيش حياتنا، إحنا قد كل حياة الناس تتطور بتعيش حياتها، إحنا قاعدين نرجي ولا صحن طبيخ ولا خبز، لا بس أنا نعيش ولا مع صحن طبيخ والخبز، يعني لسه نعيش ونرجع بيوتنا اللي بدنا إياه.
بنرجع كل يوم والتاني اسوء، كل يوم اسوء عن يوم. اولادنا نتطلب حاجات مش قادرين نجيبها لاولادنا زي او زي زمان. اطفال يتزحمون باجسادهم الضئيله رافعين اوعيتهم في محاوله للحصول على قليل من الطعام. في الوقت ذاته تبحث العائلات عما يكفيها من طعام ليساعدهم على تحمل ويلات العدوان. الحياه غلب بشكل عام وبنلاقيش شيء متوفر للاولاد، فبنضطر نجي لان اولادنا بجوعوا وبدهم اكل، والحياه غلب بشكل عام وصارت غايتنا كيف نفكر نطعميهم. هذا هو اليهود السياسي اللي بدهم اياه، جوعونا دمرونا طلعونا من بيوتنا، فمناش غير نيجي على التكية عشان نقدر ان نوفر لاولادنا اكل وشرب. بطون فارغه واباء يعتصر قلوبهم الالم بسبب رؤيه صغارهم يتدورون جوعا، يرغبون في الحصول على ما يبقيهم على قيد الحياه ربما لساعات او ايام قليله مقبله. كل يوم عدس مجدره معكرونة، اللهم صل على سيدنا، لحوم ما في، والله ما الولد تمسكه بالدردخ الدردخ، والله كل يوم بنروح على العيادات الحمد لله وبنجيب أدوية من النيروة الحمد لله، وربنا نسأل الله الرحمة والثبات يا رب، والله الأكل يا دوب ما يكفينا، حرام نظلمهم، والله ما بكفينا ولا بنشبع منه. خفيف جدا فيش فيه فائدة. ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع يتزامن مع ندرة الغذاء جراء العدوان الإسرائيلي، جريمة لا إنسانية يرتكبها الاحتلال الذي يتفنن في ممارسة كافة أشكال الوحشية بحق شعب أعزل داخل قطاع غزة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مصير فريق الإسعاف الذين خرجوا لإنقاذ الطفلة هند والبالغة من العمر 6 سنوات لا يزال مجهولا منذ 7 أيام. ونشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند والطاقم الذي ذهب لإنقاذها. وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني. قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عدنان أبو حسنة أن الأمم المتحدة بقية في غزة من خلال الأونروا لتقديم ما يمكنها من مساعدات للفلسطينيين. هذا وأضاف المسؤول الأممي أن أهل غزة يعيشون أسوأ لحظات حياتهم في ظل أوضاع مأساوية على كل الأصعدة واستمرار تدفق النازحين إلى رفح الفلسطينية. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنها اطلعت على وثائق داخلية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا توضح أنها ستخسر ما قيمته 65 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الجاري في ظل تعليق عدة دول لمساعدتها. ومن المقرر أن تستغرق عمليات التعليق وقتا حتى تدخل حيز التنفيذ، حيث تسلم الدول تبرعاتها على مدار العام. فعلى سبيل المثال قدمت الولايات المتحدة مساعدتها المالية في يناير كدفعة أولى لتغطية نفقات عدة أشهر، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية في مايو المقبل بحسب الوثائق. يوما بعد يوم تتفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين المدنيين داخل قطاع غزة في ظل أحكام الاحتلال الإسرائيلي للحصار على القطاع واستمرار القصف الذي طال كل شبر في غزة. المزيد في سياق هذا التقرير. معاناة إنسانية تعجز الكلمات عن وصفها، حيث نفدت الكلمات في تصوير قساوة إجراءات الاحتلال التي دفعت عشرات الآلاف من سكان غزة للعيش في ترحال دائم وداخل قطع صغيرة من القماش البالي التي نصبت بخشب لا يقي من مطر ولا يحمي من قصف أو يرحم من برد. يعيش النازحون الفلسطينيون حيث اتخذوا من الرمال الرطبة مجلسا والصخور الحادة وسادة، وحول موقد صغير من الأخشاب يتجمع العشرات للتدفئة في هذا الشتاء القارس. إيش أكيد إحنا خايفين على أرواحنا، إحنا شردنا من الموت عز القصف شردة، يعني جوزي رموا في قلب المدرسة شازية
وقتلت العالم وشردنا بعجوبة إحنا لما طلعنا، ولحتى الآن في ديش صايا وين يعني من الروح. ظروف قاسية ومشاهد صعبة حفرت في أرواح الناجين قبل ذاكرتهم، دفعت أصحابها لعدم المبالاة بالتهديدات الإسرائيلية الجديدة، إذ لم يترك لهما الاحتلال شيئا قابلا للحياة إلا ودمره. يعني يهدد قد ما يهدد، إيش بده يطلع بيده أكثر منه؟ كتل العالم، إيش ضايل له عنا؟ كتل الصغار، قطع إيديهم. يعني لو شفت المناظر اللي شفناها، لو بعد 100 سنة ما بتروحش المناظر من عينينا وعينين أولادنا كمان. رغم المأساة اللا إنسانية التي يتعرض لها سكان القطاع لأكثر من 120 يوما متواصلا، لم ييأس فلسطيني غزة من ويلات الاحتلال، إذ يشددون على تمسكهم بالاستشهاد في أرضهم، رافضين النزوح أو التهجير. إذا هجرتونا أنتم منها مش راح تقدروا تهجرونا لا من رفح ولا من غزة. باب الهجرة كل ليته كذب بكذب بكذب. بدنا نموت في فلسطين، وبدنا نموت في الشجاعية، في رفح، في قنونس، وفي الدير، وفي غزة بدنا نموت، بدناش نطلع لهان ولا هان. ممارسات وحشية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بكافة الطرق ضد شعب أعزل داخل قطاع غزة، بما يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم الذي يشاهد المأساة حتى الآن ولم يحرك ساكناً. جهود حثيثة تبذلها مصر في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل توقف خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. المزيد في العرض التالي والزميل لؤي أباظة. أهلا بكم. موقف مصري ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمثل في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، من دعم سياسي وإنساني ولوجستي، وصولا إلى تقديم المساعدات الغذائية والطبية على نحو متواصل. الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها، مشيدا في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع. الرئيس السيسي تابع الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة، حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، بينما تم استقبال ما يزيد على 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية، إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح البري. وبدوره جدد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على إدخال المساعدات بشكل مستدام للتعامل مع الوضع الإنساني المتفجر في القطاع، مشددا على مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في القطاع. وفي سياق متصل، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إعداد وتجهيز شاحنة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تشمل المساعدات أغطية شتوية وملابس للأطفال وغيرها من المستلزمات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين. ويأتي الدعم المصري المستمر في وقت تعاني فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من ضغط شديد بسبب توقف الإمدادات والتمويل المادي من عدد من الدول. من جانبها أكدت الأونروا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة خلال الأيام الماضية أجبرت المدنيين على الفرار جنوبا نحو رفح الفلسطينية المكتظة أصلا بالسكان، مضيفة أنه حتى الثالث من الشهر الجاري وصل عدد النازحين إلى 1,700,000 شخص، أي أكثر من 75% من السكان في جميع أنحاء قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لجانب من جهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل شبه توقف لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. نشكر لكم طيب المتابعة. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في قطاع غزة. ووصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. We'll be right back.
تعرضت سفينة شحن تملكها شركة بريطانية لأضرار طفيفة جراء هجوم بطائرة بدون طيار استهدفها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن. وقالت شركة أمبري البريطانية إن السفينة التي ترفع علم بربادوس تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها من دون وقوع إصابات بشرية، فيما أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر تم خلالهما استهداف سفينة أمريكية وأخرى بريطانية بصواريخ بحرية. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته نفذت غارة استهدفت مسيرتين ملغومتين للحوثيين في اليمن. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المسيرتين كانتا تمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية وسفن التجارية في المنطقة. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بدعوة من روسيا لمناقشة الضربات الأمريكية في العراق وسوريا. وخلال الجلسة أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينيزيا أن التصرفات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين. هذا الاجتماع الذي طلبنا به لمناقشة سلوك غير مسؤول وغير قانوني جديد تطلع به الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط على خلفية تصاعد العنف في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة بشكل مباشر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن طائرات F-16 الأمريكية الستة وكذلك الطائرتين الحربيتين قد عمدت بأمر من الرئيس بايدن إلى شن 85 ضربة على أراضي سوريا والعراق السيادية. وهذه الضربات الأمريكية المكثفة قد أوقعت الكثير من الضحايا المدنيين وقد أدت إلى تدمير الكثير من البنى التحتية. وقد أكد ذلك مجددا الطبيعة العدائية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. بدوره أدان مندوب العراق لدى مجلس الأمن بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت بلاده، مؤكدا أن العراق لن يسمح لأي طرف بجره لساحة الصراع التي تشهدها المنطقة. في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على حماية وتطوير الروابط والعلاقات الثنائية، فإننا نستنكر ونرفض رفضا قاطعا جميع الاعتداءات التي استهدفت الأراضي العراقية في مناطق مختلفة وراح ضحيتها عدد من الشهداء المدنيين وأوقعت عدد آخر من الجرحى وألحقت أضرارا بالممتلكات الخاصة والعامة وتحت ذرائع واهية وغير منطقية. إذ أن تلك الاعتداءات هي انتهاكات لسيادة العراق وحرمة أراضيه وتهديد خطير لأمنه وشعبه وتتناقض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يرفض العراق جميع أشكال الاعتداءات التي تطال القواعد العسكرية العراقية، فإنه لن يسمح لأي طرف بجر العراق إلى ساحة الصراع التي تشهدها المنطقة، ولا يمكن السماح لكي تكون الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات والسياسات المتناقضة. كما أكد المندوب السوري لدى مجلس الأمن أن الاعتداء الأمريكي على بلاده والعراق يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويزعزع استقرار المنطقة. توجه وفد بلادي بالشكر للوفد الدائم للاتحاد الروسي على طلب عقد هذه الجلسة الطارئة ردا على العدوان الخطير الذي ارتكبته الإدارة الأمريكية على أراضي الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق الشقيق فجر يوم السبت الماضي، وما يمثله هذا العدوان من تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وانتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وهو أمر يستدعي من مجلس الأمن الإدانة والشجب.
السيد الرئيس، لقد أدى العدوان الأمريكي إلى استشهاد 37 شخصا بين عسكريين ومدنيين وإصابة 34 غيرهم بإصابات بالغة وتدمير عدة أبنية سكنية تقطن فيها العديد من العائلات ومبنى مدرسي، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالعديد من المنشآت والسيارات المدنية. ولم تسلم المواقع التاريخية من هذا العدوان الذي استهدف أيضا قلعة الرحبة الأثرية. لقد استمعنا اليوم لنفس الحجج الواهية والادعاءات المضللة التي تروج لها الإدارة الأمريكية لمحاولة تبرير اعتداءاتها المتكررة. دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية والإنسانية إلى إدانة قطع ميليشيا الدعم السريع للاتصالات الهاتفية وشبكات الإنترنت في أجزاء واسعة من البلاد. هذا وقالت الخارجية السودانية إن ميليشيا الدعم السريع لجأت في الأيام القليلة الماضية لقطع الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت، مما تسبب في كارثة على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. قال أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا إن حوالي 25 مليون شخص، من بينهم 14 مليون طفل بمن فيهم 3 ملايين دون سن 5، يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية في السودان. وأشاروا إلى أن الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان تسببت في نزوح جماعي غير مسبوق، حيث يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 9 ملايين شخص، وهو ما يمثل حوالي 13% من جميع النازحين داخليا على مستوى العالم. قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بيلغرود جنوب غرب البلاد. وذكرت وزارة الدفاع أن أي من هذه الطائرات المسيرة لم تصل إلى هدفها. وتتعرض بيلغرود وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة تنفذها كييف في إطار الحرب الدائرة منذ نحو 2 عامين. في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سياروتو أن المجر لن تدعم العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعة النووية لروسيا. المزيد في سياق التقرير التالي. مع كل يوم يمر تزداد حدة العقوبات الغربية على روسيا، إيمانا من الاتحاد الأوروبي بأن الضغط الاقتصادي هو السبيل الوحيد لكبح جماح العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقف على أهبة الاستعداد لفرض حزمة جديدة من العقوبات تهدف إلى شل قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. وفي هذا الصدد يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو في وقت لاحق من فبراير الجاري، حيث من المقرر توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير لتشمل المزيد من الأشخاص والمنظمات الروسية التي سيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي. العقوبات الأوروبية الجديدة من المقرر أن تستهدف كذلك المزيد من الشركات التي تساهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها. وفي سياق ذي صلة، حذر الكرملين القوى الغربية من أن أي محاولة لاستخدام أصول روسية مجمدة ضمانا لجمع تمويل لأوكرانيا ستكون غير قانونية وستقوض النظام الاقتصادي العالمي برمته. وتأتي تعليقات الكرملين ردا على تقرير لوكالة بلومبرغ أشار إلى أن مجموعة 7 تناقش مع الاتحاد الأوروبي خطة لاستخدام أكثر من 250 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة
ضمانا للمساعدة في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا. وشدد الكرملين على أن الاستيلاء على الأصول الروسية سيقوض أسس جميع الأنظمة الاقتصادية. وصلنا بحضرتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وعليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. شهداء ومصابون في غارات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 23 بعد 100 من العدوان. وتضرر سفينة شحن بريطانية في هجوم قبالة اليمن، والجيش الأمريكي يعلن استهداف مسيرتين للحوثيين. ختم نشرة العاشرة مشاهدين الكرام، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود ظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلي ياسر عبد الستار، وهذه تحياتي لحضراتكم. أنا حور محمد، إلى اللقاء.